قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل قوة دفع متزايدة بشأن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخي نوفمبر المقبل، مضيفا أن المنتدى يؤكد أهمية قضية المناخ التي أصبحت في فكر ووجدان العالم وعلى أولويات أجندة التنمية المستدامة. وأوضح الرئيس السيسي أن تكلفة التخفيف من حدة التغير المناخي للدول النامية تصل إلى 800 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة التوافق على رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكدا أن 20 دولة في العالم فقط هي المسؤولة عن 80% من تغير المناخ، ومن العدالة والموضوعية أن تكون المساهمة من هذه الدول لدعم جهود مواجهة تغير المناخ. قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن هناك ضرورة ملحة ليتعاون العالم معا من أجل مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى مطالبات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بزيادة تمويل الإجراءات الخاصة بالمناخ، مشيرة إلى ضرورة مساعدة الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيدة بالجهود المصرية في إطلاق مبادرات التحول الأخضر وتوطين الاستثمارات الخضراء. قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أودير رينو باسو في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي إن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية ومواجهات تغير المناخ. ومن جانبه شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتمويل للمناخ مارك كارني في كلمته على أهمية العمل الدولي لإيجاد طرق جديدة لحشد التمويل للتنمية المستدامة وتطوير مصادر الطاقة الخضراء في إفريقيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تريس أهمية استمرار التعاون الوثيق بين واشنطن ولندن بشأن التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك التصدي للتحديات التي تطرحها الصين وكذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بالإضافة إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة بأسعار مناسبة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده بدأ في التعافي بعد جائحة كورونا والعودة إلى مساره الطبيعي، وقال بوتين أن الغرب يحاول التشبث بالنظام العالمي القديم وفرض القواعد الخاصة به، موضحا أن العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله حيث ستزداد مشاكل الغذاء مما سيسبب كارثة إنسانية. ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم أن بولندا استقبلت إجمالي 6,094,000 شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. أفادت وسائل أعلام رسمية في الصين بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب البلاد إلى 74 قتيلاً و 259 مصاباً، مشيرة إلى أنه لا يزال 26 شخصاً في عداد المفقودين حتى الليلة الماضية. وتسبب الزلزال في تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات.